في السنين اللي فاتوا كان في لسه حتة اللي هو الويب سايتس بتخلي اليوزر يتعود بس على حتة الإي كوميرس, فبيدوهم الفرص البديلة بتاعة الكاش أون ديليفري والإنستالمنتس. ولكن في السنين الجاية أنا شايفة إن كل ما الشركات دي هتكبر والناس هيثقوا فيهم هيخلوا كل الكلاينتس يدفعوا أونلاين عشان هما خلاص هيكونوا تعودوا على البروسيس كلها.